انطلقت فعاليات الطبعة التاسعة من عرس التين الذي تحتضنه قرية المصلة ببلدية إيلولا ومالو بأقصى جنوب شرق ولاية تيزي وزو، وهي تظاهرة ثقافية تنظمها جمعية تيغيلة المصلة بالتعاون مع المجلس الشعبي البلدي والولائي ومديرية الثقافة، وتهدف أساسا إلى تشجيع السكان على المحافظة على التين والاعتناء بشجرتها. شكس قواس نسيان نخدم كيك شوز نوفو نسيادنا واجديد ونسيادنا حيوثة جديد تنقل هاد السورة كنت سوالية ما شمزيك غاشي جان شوية ثامورت كوني البيت لنا غنسيادنا حيو غادنا تجددني الغاشة خدمة تنقل هاد نغشونا الزون تسيري غلا كيف راك بي لا كي تامورت ناس يزيك واسمي بن شفا سي باتريمون تدات هاد المصلى و ميم طون لي فيزيتور تاس ديتاسون وزيناش الباتريمون تخدم تخصيصي القصيده تاع بخصيص سي كو كويد السيس محسوب بنات فهم كدير تودر نجي. فاكهة التين كانت سابقا مصدر رزق للعديد من العائلات بمنطقة القبائل، وكانت تصدر للخارج وتستعمل في المقايضة بسلع أخرى. زيك تساوي انت السوق كبير تبدل تزر في المصلى مسناوت تساوي تبدل نسيت سي حبوب او باردون تبدل نسد سنعمة النظام فوالا إرثن ما الزيت ما ثمنا طلق فايل زيك تيكسبورتي اطاس الخريف غير ثمور الفراني لا دغا فرنسا ان شاء الله نغال روان شتاكي وان انا نزوث اطاس نتجور الخريف وان قدش تيس اي غرانا يمي داين زيدن داين يلهان وداين يغيس دو كلن زعما راه درها الحمد لله يقارفهم كل سكوزار تفدير هنا وكل تفدير هنا ان شاء الله اقار بوتين في ذا رحم ان شاء الله اقار بوتين يحرزن الريش مرة. تظاهرة قرية المصلة تستمر على مدار 3 أيام، وهي مناسبة للزائرين لتذوق واقتناء أجود أنواع التين الذي تنتجه المنطقة.